يتكلم تحقيق مطالب المهندسين. شاف الناس الظاهر صار اكثر من سنه بدون تحقيق مطالبهم. شوفكم تسويف ومماطله مع المهندسين في محافظه المثنى. هذا التسويف وهالمماطله ما تفينا ولا تخلينا نتراجع عن المطالبه بحقوقنا. مستمرين بالتظاهر لحين تحقيق المطالب. مستمرين بالتظاهر امام مصفل السماوه. خطواتنا التصعيديه مستمره. المفروض من رئيس الوزراء وزير النفط يلقون الحلول لهاي المهندسين اللي مضاري صار لهم اكثر من سنه، الناس قاعده بنص الشارع. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها كل يوم في حلقاتنا. بداية نحب نذكر السادة المشاهدين أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد، ترددنا على مدار القمر نايلسات 10727 على مدار القمر نايلسات، فنتمنى من الجميع أنه يدخلون هذا التردد، أكرر 10727 على مدار القمر نايلسات حتى نظل مستمرين وياكم 24/24. أي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل بنا على أرقام البرنامج اللي راح تظهر أسفل الشاشة. عندكم هذا الرقم وهذا الرقم مخصصات إلى داخل العراق، أي شخص من زاخو إلى الفاو يقدر يتصل بنا على أي رقم من هاي الأرقام. أما الأرقام اللي راح تشوفوها حالياً ذني الثلاثة، عندكم أرقام مخصصة من داخل العراق من خارج العراق على حد سواء، تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام، فذني الأرقام الخمسة للاتصال. أما هذا الرقم، هذا الرقم اللي تشوفوه قدامكم هو فقط لبرنامج الواتساب غير مخصص للاتصال، ما أقدر استقبل به رسالة صوتية، دي يدقون هواية، لا حد يزعل علينا لما ما نقدر نجاوب عليكم في برنامج الواتساب. مشاهدينا الكرام، العراق صار له أكثر من سنة بانتفاضة وثورة على الفساد و لكن اليوم فرق الدفاع المدني بمحافظة نينوى أعلنت عن انتشال جثث تحت الأنقاض في أحياء وأزقة مدينة الموصل القديمة. عدد الجثث 93 اللي أعلنوها اليوم، تعود لمدنيين عزل قتلوا أثناء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش داخل أحياء الموصل القديمة، وأن الجثث سلمت جميعها إلى دائرة الطب العدلي، وأن جثثا أخرى لا تزال تحت أنقاض المنازل المدمرة، وتواصل فرق الدفاع المدني انتشالها. هذا اللي قاله الدفاع المدني بالموصل أكثر من 3 سنوات، أكثر من 3 سنوات والمدينة مدمرة، أكثر من 3 سنوات والأنقاض ما زالت موجودة بالموصل، أكثر من 3 سنوات وجثث المدنيين جوا الأنقاض، أكثر من 3 سنوات وهاي الأشياء تسبب بلاوي، لأنه جثث لما تكون معرضة تفسخ وأمراض وانتشارها وأحكريها، يعني أمور هواية مريد ندخل بها. إضافة أنه إحنا مسلمين وعدنا إكرام الميت دفنه، بس مو 3 سنوات مشمر جوا الأنقاض. إحنا السؤال اللي راح نطرحه هنا، البرلمان والحكومة والوزراء والدفاع المدني والجيش والشرطة و و و و و, و كافة الجهات الأمنية وكافة الجهات التنفيذية وكافة الجهات الاستشارية وكافة الجهات التشريعية كلها، وين شنتوا؟ وين شنتوا؟ الموصل بها جثث ما زالت موجودة تحت أنقاض، وهي من المفترض أنه هي محررة. إذا أريد نرجع إلى الخطاب اللي أعلن في وقتها رئيس الوزراء بذيك الفترة حيدر العبادي واللي سموه خطاب النصر، ثلاث سنوات
أهل الموصل مدى يقدرون يرجعون لمدنهم؟ عفوا أهل نينوى، إضافة إلى أهالي صلاح الدين، إضافة إلى أهالي الأنبار وديالة والتاميم وجرف الصخر، ليش ما يقدرون يرجعون؟ لأن ما حد يعمر لهم بيوتهم ومدنهم، شوارع، مدارس، محطات كهرباء، مستشفيات، محطات تحلية للمي، محلات حتى يبدون يسترزقون من جديد ويرجعون الناس إلى حياتهم الطبيعية. إضافة إلى ذلك أهالي هاي المناطق بعدهم نازحين، وين؟ بالمخيمات، والحكومة تريد ترجعهم غصبا ما عليهم المناطقهم. يا مناطق ذن اللي ما تعمرن، المدمرة، البيوت المهدمة، زين هذا يرجع وين يعيش؟ انت طلعته من خيمة بمخيم، يرجع النينوى او الموصل، موصل القديمة، جانب الايمن الجانب الايسر اي مكان، يرجع هم ينصب خيمة ويقعد؟ زين السؤال اللي اطرحه على حضرتك استاذ مصطفى الكاظمي، الميليشيات راح يخلوه؟ محمد من نينوى ويانا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخوي خالد؟ هلا بيك أخوي العزيز. موضوعكم اليوم عن نينوى وأنا حبيت أشارك فيه. هو أنا موضوعي مو بس نينوى، يعني هي الخبر اللي عندي اللي أعلن الدفاع المدني انتشال 93 جثة تحت الأنقاض في الموصل القديمة، فأنا دا أقول 3 سنوات والموصل المفروض أنتو قلتوا محررة، ليش ما رجعتوا عمرتوها؟ وليش الأنقاض لسه موجودة؟ وليش الجثث تحت الأنقاض؟ وشون راح ترجعون النازحين إلى كافة المدن المدمرة مو بس نينوى؟ الموصل ما تحررت، الموصل ما تحررت، الموصل بالعكس بس تغيرت الأعلام وتغيرت الأوجوه، يعني نعم. من داعش للميليشيات موصل مدينة من التحرير المزعوم إلى هسه هي بالعكس تدمرها بالكامل، فقط ماكو اي اعمار، اي تعويض، اي شيء، مغيرين، احتفالات مستمره، تهم كيديه، ميليشيات، ميليشيات يعني بعض القوات المخرجه من الموصل هي بتحكمها. اهل الموصل اللي يمثلون 95% من اهلها ما لهم سلطه. تحكمهم ميليشيات، والله حي. كهرب ماكو، مي ماكو، خدمات صفر. نعم. نعم أخي محمد. قطع الاتصال ويا الأخ محمد عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أستاذ أسد؟ هلا بيك أخوي العزيز. أنا برغم من موضوع البرنامج مالتك بس أنا اليوم صراحة أريد أشارك الفرحة مالتنا، الفرحة اللي القمة الخليجية. صراحة أستاذ أفل، نعم. إحنا يعني فرحانين بهذا العقاد، هذه القمة، لأنه إحنا كنا منتظرينها من يعني شو ما تقول بشغف وبلوعة، لأنها ضرورية، يعني عقاد هذه القمة بهذا الظرف اللي تحيط به متغيرات يعني صعبة على المنطقة. فالفرحة مالتنا كانت تكمل إذا كانت هاي القمة يعني ضايفين الدول المحيطة، الدول العربية المحيطة على الساحل الخليجي العربي، من ضمنها العراق واليمن، لحل المشاكل، لحل النزاعات. اليوم إحنا شفنا احتضان ملك السعودية ولي العهد محمد بن سلمان لأمير قطر، فهذا دليل على المحبة والأخوة. إحنا نريد كل الدول العربية والخليجية خصوصا أن تتجاوز الخلافات والنزاعات والصراعات، لأنه إحنا اليوم المنطقة، منطقة الخليج أو بصورة خاصة والمنطقة العربية بصورة عامة تحيط بها مخاطر جسيمة. طيب أخ عبد الرزاق، يعني هاي
مجلس التعاون الخليجي هم عندهم يعني اشياء مشتركه بيناتهم على عيني وراسي، لكن اليوم بالعراق اكو مشاكل ترى اكبر. يعني واحده من المطالب اللي يردوها الثوار انه تكف ايران ايدها عنا. استاذ أفل اليوم هذا الانعقاد القمه الخليجيه والمصالحه الخليجيه بصوره خاصه والمصالحه العربيه ويا مصر لها اثر كبير والى فرض نفوذ التشرينيين. يعني احنا اذا الواحد كلمتنا والواحد صفنا العربي راح مثل يكون نقاب البساط من الدول المحتله لبلادنا بمسميات يعني غريبه بلغه طائفيه والمذهبيه والقوميه. احنا نريد الصف العربي يتحد. احنا اذا توحد الصف العربي وصارت كلمتنا وحده راح نقدر نواجه هذه الصعوبات ونواجه هاي المخاطر. نعم. فاليوم انا صراحه برغم يعني مع موضوعك على اهل الموصل وهذا يعني صراحه يحج بالقلب، لكنه ان شاء الله بعد هذه الانعقاد هاي القمه ان شاء الله ينفرج على الامه العربيه. نعم. شكرا لك عبد الرزاق. ابو مصطفى من الموصل حياك الله. حيا طيب. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز. هياتي لكم بارك الله بكم. والأخ عبد الرزاق يعني هو عربي أصيل بارك الله بي، لكن بعيد عن الواقع اللي مر به العراق. نعم. للأسف الجرح ما يأذي إلا صاحبه. نعم. بس يقول لي قمة أي قمة أي عرب هذه؟ احنا عرب اللي عندنا اللي ابن بلدي اللي هو اللي نكبني. الميليشيات هي مين يا استاذ افل؟ الميليشيات هي الم يكن عربي هو الجنسيه ويكون ايدي اي كماش بيد المجوسي اللي يضرب العراقيين من دمر الجنينه، والم يكن المالكي واذيال المثل تحت ايدي خامنئي والمجوس الانذال. احنا ليش ما نحكي الواقع؟ يا عرب يا عرب اصحوا. احنا نقول يا اخوان اصحوا، يا اخوان اصحوا. والله ما يفيدنا غير بلدنا. اي قمة عربية، وين هم العرب واحنا؟ احنا هاي راي تركيا اللي اوت العرب. للاسف الشديد تسمعني استاذ افل؟ نعم. استاذ افل؟ نعم. تسمعني؟ للاسف الشديد انا يعني الخليج اللي بالمليارات ابي اكل بس ببال الاكل والفسحه والسيارات والعربي ينزل بتركيا والبحار اللي غرق واللي قتل واللي جاي من المجوس من قال يقتل يضرب عربي بالعربي بس مش تحت مسميات شيعي وسني. من هذا؟ سأل ليش بالموصل اتحدى الزلمه يقدر يفك حلقه بالموصل؟ انا ابن الموصل اتحدى واحد يقدر يجي يفك حلقه؟ ما تعرف الا يكل بالشوك ياخذك ذهب ولم يعد. ما تعرف مصيرك وين يصير. ايش قد شباب راحت ان انا واحد منهم عمومتي وانو اليوم سنين ستة اربع خمس سنوات ما يبين وانو. اي قمه خليجيه احنا علينا ان كليتنا كل العراقيين ان نهتم. ما حد يفيدنا والله. الجرح ما ياذي الا صاحبه. والله يا عراقيين اللي دا تسوونه كله خطا في خطا. ذول البرلمانيه والحكومه هاي مو حكومه. انا من بدايه انا ما معي جاي الحكومه ابد، لان ذولا مو مسؤولين، ذولا مسؤولين عن جيوبهم الفاسده ما تضرر غيره على البلد. اليوم ذكرى المئة الجيش العراقي، يعني انا قابلت التلفزيون لسه قمت تبكي. بكيت على الجيش العراقي اللي خاض معارك دائميا من اجل العرب، وين العرب هذه؟ اللي لقبت خبز بامطنه. اللي ما فتحوا لنا باب وحدود وخلانا وهونا. والله جاي يصرفون عمر لان كويتي النذل الجواب اللولو هذا بالسعوديه النذل كلتهم من ذلك. وين هم البطلوب؟ اي عرب هذه؟ اي عرب هاي المخزيه؟ والله ابو مصطفى يعني احنا باوع العرب كنا اخوان. يعني ما نقبل انه نمس اي واحد من العرب. لكن اخوي العزيز انا اشكرك، يعني انت ذكرت عيد الجيش. عيد الجيش هو باكر العيد ميلاد او الشمعه المية. الشمعة المية يعني هذا الجيش عمره قرن. جيش العراقي عمره قرن من الزمن. هذا الجيش اللي احنا نفخر به. هذا الجيش اللي رفع راس العراق في كافة محافل العرب. هذا الجيش اللي حارب بفلسطين وحارب بسوريا وحارب بمصر وحارب بالعراق ودافع
عن أهله وناسه ما نقول إحنا دافعنا عن العرب، كلهم أهلنا وكلهم ناسنا. إحنا ما نعترف بحدود اللي جابها سايكس بيكو أو جابها اتفاقية سايكس بيكو، ما نعترف بهاي الحدود اللي رسمت من قبل الإنجليز والمحتلين. فإحنا كنا أهل، إحنا ما نريد نحكي على أحد ولا نقبل إنه نحكي على أحد. إحنا موضوعنا اليوم، وأنا اللي فتحت اليوم، أخ عبد الرزاق بارق لي الأخوة في الخليج العربي من عند أبو مصطفى حكى كلمته، لكن ما نسمح لأحد أنه يمس أحد من العرب. لكن موضوعنا اليوم أنه أكو 3 سنوات وأكثر من 2017 لليوم عندنا مدن قالوا هاي المدن تحررت. أنا اليوم لما يطلع لي فريق الدفاع المدني يقول أنا انتشلت 93 جثة، الحرب ما انتهت قبل أسبوع على مود يجيني يقول لي أنا طلعت جثث. أنا هذا اللي داقزه، الحرب على الإرهاب أو على داعش ما انتهت قبل أسبوع على مود اليوم يجيني ويقول لي أنا طلعت 93 جثة. زين سلمتها للطب العدلي، أهاليتهم وين؟ دولة منو؟ وأنت تعترف لي تقول لي مدنيين، هاي طامة كبرى. هذا اللي بدنا نحكي به. أبو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتنا لك وللمشاهدين الكرام. حياك الله أخوي العزيز. وأنا أكون شريف في الجيش العراقي الباسل البطل بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس هذا الجيش العملاق. حياك الله أخوي. بالنسبة لعملية إعادة إعمار الموصل والمناطق المحررة الأخرى، نعم، يعني بقى الكلام أو الحديث عن هذا الموضوع حبرا على الورق، يعني على حد قولك أنه هو مو قبل أسبوع تحررت الموصل حتى يعيدون إعمارها، هو لحد الآن أكو جثث وهياكل عظمية تحت الأنقاض ما طلعوها. نعم يا أخي، إذا مو قادرين خلي يجيبون خبراء دوليين. هاي واحدة. ثانيا بالنسبة للموازنة، المفروض أن يفرد إلها لإعادة إعمار الموصل وغير المدن المحررة والمدمرة فد مبلغ بما أعلنوا عنه يلائم الخراب اللي موجود، يعني مما زاد الطين بلة. علي عبد الأمير علاوي اللي لعب بكل أموال الشعب العراقي ودمرهم، النوم اليوم الجديد ضاف لفقرة مدمرة وهي ضاف على موازنة 2021 وهي يصحى الشعب العراقي ويشوف شكو دفع ديون كردستان البالغة 40 مليار دولار. طيب مو هم يقولون عندنا عجز، شلون هذا جت هاي الفقرة 40 مليار دولار؟ يعني 60-65 تريليون دينار عراقي، مثل ما يقول ابو المثل الشعبي راد لقرون قصوا اذانه. احنا نطالب الحكومه المركزيه باسترداد جميع الاموال المنهوبه من النفط وغير النفط والمنافذ في اقليم كردستان، واللي ما انطوا منها للحكومه المركزيه ووزاره الماليه العراقيه ولا فلس واحد من 2003 الى الان، وفوقها راح يطلبهم 40 مليار دولار لدفع مستحقات او ديون على اقليم كردستان. احنا شلنا علاقه بديون اقليم كردستان؟ ليش ما تبنون البلد؟ ليش ما تدفعون ديون العراق بشكل عام مو فقط اقليم كردستان؟ والى متى يبقى الشعب ساكت؟ وعلى حد تعبير هذا علي عبد الامير علاوي لما سيلوب احد قالوا له هاي رفع سعر الدولار وتخفيض سعر الدينار وارتفاع الاسعار وقطع رواتب الموظفين، ما تتوقعون راح يصير انفجار في الشارع؟ تعرف شو يقول له؟ يقول له لا، احنا جربنا الشعب العراقي وشفناه كل شيء ما يسوي، شوف الاستهانة والمذلة وين وصلت. وشكرا جزيلا. شكرا شكرا لك ابو زينب. صلاح الدين من محافظة صلاح الدين حياك الله. صلاح الدين، صلاح الدين يمكن انقطاع الاتصال وياه. اتمنى يا صلاح الدين ترجع لنا حتى نسمع رايك. ابو رافد من محافظه واسط حياك الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه السلام. والاكرام. يعني حضرتك اليوم الموضوع على
الناس اللي متهجرة يا أستاذنا العزيز. إحنا نتمنى من الله إنه هاي العوائل ترجع لمناطقها صراحة في ظل هذا الجو البارد والأمطار. زين أبو رافد شلون يرجعون؟ نتمنى يعني غير يعني هاي الدولة تفكر إنه بالموازنة هاي ما سنة 2021 نعم أن يعمرون هاي المناطق. والله جاي يا أخي إحنا نحسب معالتهم أهلنا بلينوا وندعي لهم إنه يرجعون لمناطقهم. وما أعرف يعني لحد هاللحظة هاي صار قبل شهرين محافظتهم يعني من خلصوا من هال ما رجع لحد هاللحظة. نعم المهم نحكي يا أخي المهم تقول ألو وياك. فأستاذنا العزيز إحنا مو بس أهل المينا وأهل صلاح الدين أهل المناطق جرف الصخاب هاي المناطق إن شاء الله يعني ندعي لهم إنه يرجعون. لا وما أعرف يمكن بيوتهم مهدمة يا أخي العزيز هم بيوتهم ما أعتقد صالحة للسكن. هو هذا السؤال يا أبو رافد. أنت قلت لي يعني أتمنى أنه الأهالي يرجعون لمناطقهم. أهالي محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالة ومحافظة تأميم وناحية جرف الصخر في محافظة بابل أهالي هاي المناطق اللي نازحين وطالعين بالمحافظات البقية وبالمخيمات بيوتهم مهدمة مناطقهم مهدمة بنسبة 90% لا مدرسة لا محل لا محطة تنقية مياه لا شارع لا بيت هذا شلون يرجع؟ ما أعرف هي مشكلة يعني هسه هم يعني تعال أقول لك حاروا بين أمرين يعني بقائهم هناك بالبرد وبالأمطار وعيشتهم هاي الله يساعدهم الله يكون بعونهم وإذا رجعوا إلى بيوتهم ما كاملة شلون راح يقدرون يعني ما أعرف أنا والله يعني هاي الدولة هاي صار هاي السنين كلها ما راح تفكر بيهم هسه تفكر بيهم المن تحكي يا أخي المن تقول هسه إحنا في واسط عايشين والحمد لله بس إحنا هم من اسم أهلنا اللي موجودين بهاي المناطق والله إحنا كنا عراقيين ونتأسف إنه عراقي شو وضع الوضعية نريد يرجع الأمين والأخوة ما نعرف يعني إلى متى يقول في المعاناة ندعي من الله إنه إحنا نتكاتب بيناتنا ويرجعون والله يخلصوا من هاي الغمة يا أخي شو نسوي شو نقول يعني شو ما أعرف والله أنا جاي أشوف هاي الأطفال والناس والنساء وهاي والله نتألم يا أخي شو تسوي يعني شو تقول المن تطي ننطب الساعة حضرتك اللي حجت على إحنا لا يفيدون لا العرب ولا يفيدون إيران هاي دول الدولتين هاي يفيدون بصراحة إحنا لازم يفيدنا العراقيين بلادنا نتراحم يا أخي في شبيه نبني بلدنا وننهض ما حد يفيدنا صدقني إلا إحنا يفيدنا بسنا أبو البصرة أبو الموصل أبو الهاي بيناتنا ونبني بطننا وما نحتاج أي إنسان لا نحتاج الفرس ولا نحتاج العرب صراحة ما وقفونا من حصنات الحصار القوي اللي دمرنا ما ساعدونا إلى مدى نبقى إحنا بهالوضعية هاي لازم إنه مش نسوي ما أعرف والله شو أقول لك يا أخي ما أعرف نقول إنا إلهنا راجعون الله يخلصنا من هاي نعم شكرا لك أبو رافد. حسين من البصرة حياك الله يا حسين. انقطع الاتصال ويا الأخ حسين. أبو راشد من عمان حياك الله. أبو راشد ألو. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي العزيز. أخي طال عمرك بالنسبة رئيس العراقي برهم صالح أمس يسوي تأمين حق قاسم سليماني وهو ليس عراقي نفس النجوز طال عمرك بكرة قد اللي هو تأسيس الجيش العراقي الجيش العراقي طال عمرك اللي لها تاريخ عريق من قبل 100 عام طبعا أكد لك إن ما هو في قوات الجيش العراقي قوات حمرابي وحطين والقعقاع اللي احتلوا المحمرة على ذاك أيام الثمانينات هذا يجب على الرئيس العراقي أن يسوي تأمين إلى قاسم سليماني
واما بالنسبه حق الغياب للامم المتحده بالنسبه حق الاموال العراقيه المحجوزه من سنه 90 لحد الان، الاموال العراقيه كلها محجوزه في سبه. قطع الاتصال ويا الاخ ابو راشد. قبل شويه طلع فيديو للنازحين، بس اريد العالم كله يباوع على هذا الفيديو. اتمنى من السيد المخرج يعرضه، لانه يعني احنا بال 2021، احنا هسه بال 2021، 21 سنة بعد ال 2000، هذا هو حال العراق. العراق اللي كان الأول في كل شيء، أول بلد دخل التلفزيون الملون، أول بلد اهتم بالتكنولوجيا، العقول العراقية اللي غزت العالم بعقلها، واللي العالم قاموا يستفادون من علمها. هذا حال أطفال العراق اللي باكر راح يصيرون هم بنات المستقبل. هذا الفيديو اللي دشوفوه، هذا الطفل العراقي عايش بال 2021، بالثمانينات وبالسبعينات لما كانوا يشوفون التلفزيون ويشوفون هاي اللقطات لبعض الدول في العالم، ويسمعون اكو مجاعة ببلد، ويسمعون اكو وباء ببلد، كانوا يستغربون، معقولة اكو ناس هيك عايشة؟ جينا بال 2021 شفنا العراق هيك عايش. هذا حالنا مثل ما تشوفون بهالفيديو اللي أمي. لا مدرسة مال أوادم، لا حال مال أوادم، لا بيوت موجودة، مدن مدمرة. وللعلم مو بس المناطق الغربية تحتاج إلى إعمار، العراق كله يحتاج إلى إعمار، لأنه إذا نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالة وجرف الصخر والتأميم مدمرة، فالجنوب هم مدمر، بس ما مدمرة بيوتهم، مدمر بنا تحتية، شوارع، مدارس، تربية، صحة، هم مدمر. فالعراق كله يراد لإعادة إعمار من شماله الجنوب. أبو راشد من أربيل حياك الله. أبو راشد تسمعني؟ انقطع الاتصال ويا أبو راشد. أبو علي من محافظة الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك خوي؟ هلا بيك أغاتي. والله يا أستاذ إحنا كل ما تجي سنة نقول يا ربي إن شاء الله بلكيت إن 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 يعني تجينا يعني حكومة زينة شيء زين، يا أخي ماكو، كله بالأسوأ. كل بالأسوأ، يعني احنا العراقيين ما ادري شنو سالفتك يا اخي، وحكومتك حكومه لون حكومه عراقيه وتنظر على الشعب مثل ما حكى بيستعنا اخونا ابو رافد من واصف، والله كلها متأذيه، كان بالغربيه ولا بالجنوب ولا كافه العراق. يا اخي هذول متعاونين ويا الفريق، وهذول حكومه والله قلوبهم مو على العراق، والله لو عراقيين ما يعني لو مهما يكون لا يسدون على العراقيين. يا اخي احنا قضاه كله عطال، مدارس ماكو، تعليم ماكو، يريد يرجعون العراق الى جهله، يعني ما هذا الشيء ان شاء الله ما يصير. والله شاء واحكي لك يا استاذي العزيز. نعم هم مثل ما تفضلوا احكي لك يا استاذ العزيز، والله العظيم يعني تبعدنا بالظلم حالنا ما جرانا، يعني نقول يا ربي ان شاء الله ان الله يفرجها علينا، والله اذا ما نتراحم بيناتنا احنا العراقيين ونقف وقفه رجل وعيد ونتالف بيناتنا، ما يعلم الله ما تصير هذا بعد شيء والدنيا دنيا. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو علي. مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى السعدون يتهم الحكومة الحالية أنه هي دت ماطل بملف جثث الأهالي في محافظة نينوى، تحديدا مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق، وقال أنه بعض الأحياء بالموصل القديمة ما تزال جثث الأهالي داخل الأقبية اللي لجأوا إلها خلال حرب داعش، وتم قصف هذه الأماكن التي لجأوا إلها فضلا عن تدمير 1000 منزل
لا تزال جثث أهلها تحت أنقاض تلك المنازل. ألف منزل. إذا نفكر أنه كل بيت أقل عدد بيفد 4، هاي 4000. رجعوا لما بدت الحرب على الإرهاب، على تنظيم داعش الإرهابي، قالوا بالموصل أقصى حدك 2000. بس بيوت الأهالي اللي ذكرها الأخ مصطفى السعدون يقول 1000 بيت. مدى نفتهم شنو الموضوع. أبو راشد من أربيل رجع لنا، حياك الله يا أبو راشد. أبو راشد، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية خاصة لكم والقناة الرافدين. حياك الله أخوي العزيز. من قال إيه؟ إحنا والله اليوم صار معي 5 سنوات. بس السؤال يعني أكو واحد بلده نازح، يعني أخ واحد هو بلده ونازح به صار 4 سنوات 5 سنوات، إلى متى يعني هذا الدمار؟ يا أخي بقسم بالقرآن تأذينا اندمرنا بكافعات زين، كنا ذنبنا إحنا هذا شنو ذنبنا؟ راحت أموالنا، راحت بيوتنا، راحت بساتيننا، راحت قيعانا، راحت ولدنا زين. إيه المشتكى لمن؟ السياسيين قاعدين قاسمين يطلعون به يعني والله المستعان، يعني والله دواي يعني ما تستخون ما تخافون من الله. يقعدوا تقاتلنا الكيكة بيناتنا جماعة المكون والمكون السني والمكون الشيعي ما كذا من الحش ومن هذا زين، وكفات تعون على نفسكم مكافعات مدمرة الناس دمر زين في البلد هذا. هاي الهاجرات وانه بيطلع لنا صعدوها علينا، والله صعد الدولار نزير الدولار، يكافي يلعبوا يلعبون بعقولنا. مدمره من الناس والله دمروها، من الله لا يوفقهم ان شاء الله زين. الو وياك اخوي. والله يا اخي ما اعرف يعني اقول لك، احنا اليوم يعني واحد ببلده ونازح الله المستعان، ايش نزل ابني ادري احنا مو عراقيين؟ اذا مو عراقيين دخل يقولوا لنا مو عراقيين. لا واحد يلم شواراته يروح شو له دولة شو له شيء زين، يعني والله جريمة والله العظيم. كافي ما تسحون ما يختزون منه. نسأل الله سبحانه عز وجل ينكبهم أن يهلكهم. جاب مصطفى الكاظم وراح جاب جي مصطفى وراح الزكاك وجي شين اللي سوى مصطفى الكاظم؟ شو تقول لي شين اللي سوى زين؟ من الحلبي؟ الحلبي اللي بيشتري قطعة هرب 5 مليارات مليارات، اللي هاي الفلوس اللي حولها كلها لل شو اسمه للدبي غير الدبي، عمل الله ما يخافون، ما يخافون من الله سبحانه عز وجل، دمرونا باسم المكون وقال المكون حكي المكون. خافي يا اخي والله ما تفتحون انتم على نفسكم. شو هن حتى فلوس الناس الحين بكتوها، هذا صالح المطلق غير صالح المطلق. يطلعون لازمين الفضائيات، وين عطله فضائيات طب الله. زين تروح عطله قناه بفلوس الشعب دمر من الناس وحط لها الطبله الاستاذ والدكتور وكذا وكذا. منين اخذتهم هم؟ صارهم 5 سنوات كلهم اخذهم شهادات. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو علي. ابو فاطمه من صلاح الدين، حياك الله يا ابو فاطمه. الله عليكم السلام والرحمه والاكرام. أستاذ العزيز، أنا كمواطن من صلاح الدين، تعرف أنت أنا نازح في السليمانية في مخيم ماشتي ناحية عربد. نعم. أستاذ العزيز، إحنا جي كتاب بالإدارة إمام عيوننا وقالوا الشهر الثالث ما يبقى نازح بكل كردستان. نعم. يعني أستاذ أنا بيتي مفلش واني حاير بضيمي، يعني اذا رحت هناك وحطيت عيالي يم بيتي وين اروح؟ الناشد من افقر فقير في النازحين، الناشد محافظ صلاح الدين، يعني يسوي لنا حل قبل ما نرجع. يبنى نبية تجيب لنا كرفان، بالكرفان حتى لو كرفان بعد بالكرفان منها لما الله يمكنني، شوف شلون الله يفرجها، هو الفارج الله، واقعد انا وعيالي. والله ما لها ستاخذني بشهر الثالث وهو يعني الشهر الرابع يلا يروح اشتري وتحطني بيتي وانا بيتي مفلش، يعني وين اروح؟
يعني وانا انت خليك مكاني، خلي السياسي مكاني، خلي مواطن يعني تاجر بمكاني. يعني انا هسه وين راح اروح؟ يعني هسه ست نفرات انا برقبتي، وين اروح؟ نعم 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 لا ما عندي كل الدول العربيه من عدد ثلاث اوراق انطانيها الكردي، اشتغلت وياه وشافني وشاف حالتي وشال ثلاث اوراق بيوم يوميه العام 25، هو شال ثلاث اوراق وانطاني. ما املك طير الضرب من الشهر الثالث اشوف لي كنتر 300,000 ارجع يذبني يم بيتي، بعد وين اروح؟ شاكر ششرف انت خليك مكاني، خلي اي سياسي شريف بمكاني راح يعطوني محافظ صلاح الدين. ليش يعني انت مو محافظ صلاح الدين ومسؤول ان المحافظة صلاح الدين؟ يعني ما تدري انت محافظ شو اسمه صلاح الدين عايزه عندك يثرب، اهالي يثرب نصها ما راجعه، يعني ما تقول هاي الاهالي البيوت مفلشة اهاليها وين؟ انت شلون محافظ صلاح الدين وتطلع يعني على التلفزيون شلون تفتر بالشوارع؟ وصحيح انت قانوني رجل قانوني احترف بيك واحترف بيك انت رجل صاحب المواقف وصاحب قيره، ولكن ما مفكر بينا يا سياده المحافظ عبد الله جبر. يعني هسه عاني اذا المحافظ يشيل لي كرفان او مليون ابناء القرفه بيه واقعد بيه، يعني هسه اذا شان عقطني انا هناك انا وين اروح؟ اقتل حالي؟ وين اروح؟ لا عم ينطيني، اذا انا على من اروح؟ اروح على عمي، عمي هو وياي، اروح على خالي، خالي وياي، قرايبي كلها وياي راح تروح، على من اروح؟ ماكو غير بحروحي. اي والله بحروحي واخلص الدنيا هاي ومن مشاكلها. والله ماكو غير حل. وبارك الله بك استاذ. شكرا 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 لك ابو فاطمه وربي يعينكم جميعا ان شاء الله. ام امير من بغداد حياك الله. ام امير. نعم أم أمير، السلام عليكم. عيني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أمي. يما عيني أنا عندي قضية على الراس اليوم. تفضل يما. الله يعذرني. رحم الله والديك، أنا زوجي صار له سنتين ونص من متوفى. نعم. وعندي التقاعد ماشي. نعم. وتوفى التقاعد ما غير يتحول من اسمه إلى اسمي. وصار سنتين ونص من توفى ولحد هسه ما طلعوا لي، ما يقبلوني طلعوا لي كل ما يحكي شكل ساعه يقولوا لي مزور، صار له احنا 40 سنه نستلم تقاعد، ليش من ما راح رحت للتقاعد العامه ويطلب مني هذا دفتر الخدمه؟ دفتر الخدمه انا ما عندي، انا اخذته متقاعد، اخذته معوض حرب، وبالاخير يقولوا لي يعني التقاعد ما تم مزور تزويج. نعم. ايه فانا اشتغلت هيك حاله، والله ماكو ولا راتب ببيتي، ولدي لا راتب، انا اثنين ولد عندي، والله عاقين عن العمل وقاعدين لا راتب، قعدتنا ساكن قاعده، يعني انا وين اروح؟ وين انطوي وجهي؟ ما حد يعني ارجع سودان الكاظمي، الله يرضى عليه، الله يوفقه، الله يوفق كل كان يطلع الراتب ماشي، وين اروح؟ وين يقولون مزور تزوير كله. احنا 40 سنة نستلم راتب من ذاك اليوم لليوم، هسه من مارس وقابل اروح عليه يريد كوم فلوس، اروح عليه يريد كوم فلوس، يا ابن الراتب يجيبون من 30 ورقة و40 ورقة، زين انا منين اروح اجيب؟ بدور عينك عيني الله يرضى عليك تسوي لي حال. نعم. اريد تسمعني صوتي. نسمع صوتك امان يعني نسمع وسمعوا كل العالم. فدوى قلبك عيني، انا ما حد يطلعون كسب علي، الله شاهد يا راتب عندنا انا وولدي، والله هم ولدي ياخذون مني ال 1000 دينار وال 2000، وهذا ابني كبر متزوج، والله قوت حليب ما عنده البته يجيب، والله العظيم والله هذا الله، هذا الصغير كانوا ثلاثه مريض عندي، يعني وين اروح؟ وين مطول شيء؟ فدوى اروح لك وهاي الدنيا الغاليه عيوني انت، انا ناس الكاظمي يسووا لي حاجة. نعم. وين ما راح يقولوا لي مزور يلعبون علي، ما ادري صدق ما ادري كذب، يعني اريد اي راتب اي راتب وخلي يطلع كشف علي ويسالون بالمنطقه، اذا انا عندي راتب على اهل الخيرين والله الخيرين يساعدوني.
نعم نعم وصل وصل صوتك أم أمير. شكرا شكرا لك أم أمير. حسين من البصرة حياك الله يا حسين. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وحيي قناة الرافدين اللي هي صوت العراق وصوت الدوار. حياك الله أخويا من بصرة الفيحاء حبيبي. نعم الله يخليك ويستر عليك وعلى قناة الرافدين وعلى عائلتك. يعني شلون راح يرجعون هذول بس الجرسين شلون يرجعون؟ هو هذا السؤال اللي طرحناه بالبداية أخويا العزيز. هو هذا السؤال اللي طرحناه. هسه اكو قرار بإعادة كافة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، هذا القرار اللي صدر من حكومة مصطفى الكاظمي قبل أسابيع. ألف رحمة على والديك، غير كودي جاهز لهم يعني زد بنيان. غير كودي جاهز لهم يعني كل عائلة ابني لهم أقل شيء غرفة غرفتين. وخليهم يرجعون زين هو يتكفلهم من الميليشيا هو الكاظم ونفسيته يتعهد بيهم من الميليشيا. خلي يكفل روحه. ها؟ خلي يكفل روحه. لا يسألوه ألف مع على وازيك. لا هم نفس الميليشيات العصائف فاتوا عليه على مدى هذا اللي يفجر كالضوذي كل مرة صار مجاهه قالوا له والله لا ما يطلع انقص لانك. زين انت ليش ما تطلع الايرانيين وتطلع الميليشيات وجيب هاي الفلوس الباقة هذا الغرد هذا الملغوري هذا العامري الفلوس والمالكم معبر للامارات بالصناديق ليش ما يجيبون ينجعون هنا ويبنون لهم ويعيدون نظامهم ويقعدون مخطية واحسب لهم يعني كل شهر 200 ما نقول اكثر كل شهر 200 ورجع العوائل هاي خطية اللي مظلومة محرومة اللي اندمرت خطية دمار اندمرت. نعم يعني ما يقدر هو مو رئيس ليش كان واحد كان رئيس واحد كان داير العراق كله رئيس واحد اللي هو يروحون فدوه بس الاسمه والله العظيم بس الاسمه يروحون دخل جرى جنة صدام حسين والله العظيم دخل جنة من وراهم والله يعني هالسنة 320 غير الوزراء يعني ما حد يقدر يعيد هاي البيوت ويرتبها ويقعدهم كل واحد يعني بغرفتين يبني له ما حاجة يعني بنيان بيت كامل ابني له غرفتين سكن وجهز له القوت مالته 200 بالشهر وخليه يقعد حتى يخطيه شنو يذنب مالته مهمة وجوف الصخر وغيره ليش يعني هو والله العظيم ما طول ميليشيات موجودة ذول الإيرانيين العجم فما يصير شيء للعراق نهائيا وثانيا العراق الى ما يقوم عليهم بثوره اصيله وساعه تستمر وينعد والديهم يا الله يصيرون عوادل. نعم شكرا لك اخ حسين. يعني اخ حسين ذكر نقطة معينة ويقول يعني ماكو فلوس ماكو بناء ماكو اعمار. تصدق اخ حسين الفلوس اللي انباقت من العراق من 2003 لليوم إذا نلزمها هسه ونطيها الواحد يعرف يشتغل يهد للعراق كله يشتري شفلات تهد بيوت العراق وعماير العراق وشكو بناء بالعراق يهده ويبنيه ويرجع يهد النوب ويبني النوب وتزود بس كلهن بالجيب. نتحول إلى رسالة واتساب. أول رسالة وصلتنا اليوم تقول السلام عليكم نطلب العفو العام للسجناء المظلومين صار لنا سنة ما شفناهم ما نعرف عنهم شيء ميتين طيبين أمراض كورونا منتشرة بالسجون وأرجو توصلون صوتنا ترى نفذ صبر الأمهات والأطفال يبكون على آبائهم ونطلب من الله يفك أسر المظلومين أم مصطفى من الموصل. السلام عليكم أستاذ أفل وياك أبو عادل من الرمادي نطالب من حضرتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة. يعني هاي الحكومة تتعاون مع الأهالي معرفة مصير أبنائها والله هاي السنة السادسة مرت على الأهالي وما نعرف بيه مصير أبنائنا والله أهالي مغيبين يقولون
لم نصل إلى الانتخابات إلا لمعرفة أبنائنا المغيبين بسيطرة الرزازة. والله يا أستاذ أفل، والله السنة أطفالهم يبكون على السنة، أطفالهم يبكون على أباهم. طفل عمره 6 سنوات براس السنة العالم تفرح، والأهالي المغيبين يبكون يقول وين أبويا. أخي السلام عليكم، من خلال قناتكم أوصل صوتي، أنا أم كيان من النهروان، نطالب الحكومة بالعفو العام، ماكو عفو عام، ماكو انتخابات. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم وللجميع. الشعب العراقي بأعداد الأموات لا تحسب اللي تحت التراب، هؤلاء قضى نحبهم وأصبحوا تحت الأنقاض، تحت التراب نفس الشيء، لكن اللي يعتبرون نفسهم من الشعب أحياء ما قدموا للعراق والعراقيين تلقى ذات العلاقة بشأن الشعب خايف من كلمة الحق بوجه السلطان الجائر، متروس حلق ورشاوي من مال السحت الحرام، مال الأيتام والأرامل والمسجونين، ظلم من العصابات الثلاثة في الخضراء، خدم المجرم قاسم سليماني والخرف شيطان إيران علي خامنئي، والجمهورية والبرلمان ورئاسة وزراء ومحسوبين على إدارة العراق بالنهب والسرقة والتصدير إلى إيران. يا عراق إلك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، صباح من ألمانيا. يا مسلمين صلوا صوموا وحجوا وزكوا على راحتكم، ولا تبنوا لأن البناء كفرا، هذا حال الساسة في العراق وإلحاد. يا من تحكم العراق كافي سرقة يا أحزاب، ماذا قدمتم للعراق؟ الحل الصين بنت فندق خلال 15 يوم، الحل اعطاء مشاريع البناء للصين او نتعلم من عندهم. تريد تموت تريد يفكرون بالاموات، بناء الفندق 30 طابق من 15 يوم واحنا صارنا 13 سنه كل شيء ما محصلين. استاذ افل. مشاهدينا الكرام، ابو راشد من اربيل يقول اكو واحد ببلده نازح؟ اي نعم، بس بالعراق، لانه حاليا اللي دا يحكمون هذا البلد باعوا الامريكا وباعوا الايران. اللي طلع المتظاهر والناشط يقول لا لامريكا ولا الايران، واللي انقتل بسبب هاي الكلمه. لما نخلص من هذول الاثنين ما راح يبقى نزوح بهذا البلد. نلتقيكم على خير ان شاء الله بنفس الموعد بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، باكر في امان الله.